السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو جديد على القناه. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكون اموركم كلها مزيانه. اليوم جبتكم معايا البيم نديروا فيه جوله ونقربكم اكثر من العروض والهميزات اللي كاينين عندهم حاليا في الاواني بحال الصحون والكيسان، وكذلك الاواني ديال الجرانيت اللي دائما كيدخلوا فيهم الجديد. كاين تنجرات ولي كوكوت اللي غزالين صراحه، تقالوا لا كاليتي ديالهم ممتازه والاثمنه ديالهم كتختلف بالطبع حسب القياس او العبار ديالهم باللتر، وكاين حتى العلب ديال البلاستيك اللي كيليقوا اكثر للكوتة ديال الوليدات الصغار في المدرسه، والشبيكات او المنظمات المتعدده الاستعمال واللي الاثمنه ديالهم مناسبه وفي متناول الجميع. وبارطاجيت معكم في هذا الفيديو حتى الجديد اللي دخلوا في الحقائب والادوات المدرسيه وغيرهم الاشياء اللي كنحتاجوا في الدخول المدرسي. المهم حاولت انني نشارك معكم جميع العروض اللي كاينين عندهم باش تاخذوا فكره عليهم وعلى الاثمنه ديالهم. وهنا غنخليكم تشاهدوا التتمه ديال هذه الجوله اللي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتدعموها بلايكاتكم وتعاليقكم والبارطاج مع الاقارب والاصدقاء باش تعمل فائده على الجميع. وما ننساش نذكركم المشاهدين لاول مره يزوروا القناه انهم يشتركوا فيها ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا دائما كل ما هو جديد. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، خليكم على خير. Thank you.